السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس بتحقق ربح من خلال انها بتعمل تصميمات تتحط على الملابس والتيشيرتات، ولو حد اشترى التيشيرت او القميص اللي انت عامل عليه التصميم دوت بيبقى ليك نسبة من السعر او نسبة من الارباح. طيب احنا نعمل تصميم من خلال موقع اسمه ايدوجرام. الموقع دوت زي كل المواقع اللي هي ليوناردو والحاجات دي كلها، لكن هو هنا الميزة او كده ان انت تقدر تكتب كلمة ويلتزم بيها. تمام، يعني انا هكتب مثلا عمر سليم، اكتب الكلمة اللي انت عايزها، ممكن تكتب مثلا اسم نادي، اسم فريق، اسم اي حاجة، هو يبدأ يعمل لك التصاميم، وبعد كده تقدر تاخد الصورة ديت تحطها بعد كده على التيشيرت، تحطها على اي حاجة، وتبقى ده زي مصدر دخل. الميزة ان انت تعمله مرة واحدة وموجود على الموقع، فاي حد هيشتري هيجي لك الربح ان شاء الله. تعال نشوف الصور مثلا بالشكل دوت، تبدأ بقى تشوف التصاميم وممكن تحملهم كلهم او تشوف افضل تصميم فيهم. الموقع ده ميزته ان انت تقدر تكتب وهو يعمل الكلام بشكل جميل. اديني مثلا عملت داونلود للصورة، حطها مثلا في البيكتشر. لو انت بقى عايز تحط التصميم ده على تيشيرت او اي حاجة، ممكن تستعمل موقع كانفا ان هو بيبدأ يعمل لك التيشيرت وتحط انت التصميم زي ما انت عايز. هنشوف مواقع كتيرة بتساعدك في حاجة زي كده. ممكن ارفع الصورة اللي انا عملتها واعمل بقى تعديلات، يعني ممكن احط لها مثلا كلمة معينة او اعدل حاجة زي ما انا عايز. او بيكتشر اهو، وبعد كده ممكن بقى تلغي الخلفية مثلا بحيث ميبقاش فيه مجرد بس صورة القلب. ممكن تعمل ايديت للايمج دي تعدل فيها زي ما انت عايز. عندك هنا اختيار ان انت تمسح حاجة معينة او ان انت تحذف الخلفية او تعمل ماجيك ايديت او تعمل فلاتر. كل دي امكانيات تقدر ان انت تعملها من خلال موقع كانفا. وفي برضو تمبليت خاص بالتيشيرتات وتقدر تعدل فيها. طيب هنشوف برضو موقع اسمه كاستم انك، هرفع له الصورة واحطها على التيشيرت ويبقى انا عندي تصميمات موجودة على الموقع. اي حد يعجبه يقدر ان هو يطلب التيشيرت بالصورة اللي انت عاملها. اهو مثلا بيقول لك غير الامتداد لامتداد من الامتدادات الموجودة ديت. طيب خليني اجي هنا، في برامج كتيرة بتحول الامتداد، لكن انا هعمل الحاجة السريعة كده ان انا هغيره يدوي. ونشوف بقى هيقبل الصورة ولا لأ. بيقول لي غير مقبول. طيب خلينا نشوف برنامج يحول لنا الصورة. خليني افتح الصورة، هقول له open with وافتحه على برنامج البنت ونسافه بي ان جي او جي بي جي. اروح لفايل سيف اس بي ان جي هوت. دلوقتي بقى هاجي ارفع الصورة، هقول له براوس. وهقول له انا عايز داونلود. هنختار الصورة ان شاء الله تطلع مظبوطة المرة دي. الافضل طبعا ان انت تبقى عندك اشتراك في الموقع دوت لسببين. اول حاجة ان انت تقدر تخلي الصورة بتاعتك برايفت محدش يشوفها غيرك. تاني حاجة ان انت تقدر تعمل اب سكيل، تقدر تكبر الصورة وتخلي الجودة بتاعتها عالية. يعني هو استثمار بسيط لكن ان شاء الله يكون ليه عائد كويس. اهو دي الصورة هي، تقدر بقى ان انت تكبرها زي ما انت عايز، تعدل فيها، تحطها في مكان ما انت عايز، تصغرها. هو حتى مديك المقاسات المفروض انها تتحط، تقدر تعمل لها تقلبها فليب زي ما انت عايز. خلصت ديزاين تقدر تعمل لها سيف، تديها بقى الاسم اللي انت عايزه والايميل اللي انت عايزه، ويبقى كده موجود برضو على المتجر بحيث لو حد حابب ان هو يشتري. في موقع تاني، في موقع كتيرة بتأدي الخدمة دي، يعني حتى امازون فيها الخاصية دي ان انت تعمل التصميم ولو حد اشترى يبقى انت ليك جزء من الربح. يعني هو بيخلي ناس كتيرة تصمم معاه
وبدون ما يدفع لهم حاجة، مجرد ان لو حد اشترى يبدأ ان هو يدفع لك الفلوس. فانا ممكن اقول له ايمج وابدأ ارفع له الصورة، هحط لكم روابط الموقع دي بحيث ان انتوا تقدروا تستخدموها. اهو التصميم بقى بيبدأ يمشي مع شكل الجسم وشكل التيشيرت، تمام. تقدر بقى تشوف تصميمات كتيرة، برضه تحط انت بقى الصورة اللي انت عايزها. ده يعني دي المقدمة والباك، فانت تقدر تختار اللي انت عايزها. نفس الفكرة برضو تقدر ترفع الصورة بتاعتك على الموقع ديت يور ديزاين هير، كل اللي عليك ان انت تقول له ان انا عايز ارفع الصورة بتاعتي، وتختار لون التيشيرت وكل حاجة. بيقول لك ارفع الصورة، تقدر تتحكم في شكلها وتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. تقدر بقى تحدد المقاسات بتاعتها والسايز بتاعتها، وتحدد السعر اللي موجود، كل حاجة تقدر ان انت ايه تعملها بشكل بسيط. دي مثلا 15 موقع ليك ان انت تبيع التيشيرتات وتكسب منها، ويساعدك في التصميم ويساعدك في البيع. ده برضو من ضمن المواقع المشهورة قوي ان انت تقدر تعمل بيه تصميمات كتيرة وتقدر تبيع من خلاله. وده برضو من مواقع كويسة. ده مثلا متجر انا جربت الموضوع ورفعت صور بمقاربيا، بحيث طبعا محدش هيشتري شعر عليه بمقاربيا يعني، بس كانت تجربة يعني. ودي التجربة برضو ان انت تعمل حاجة في الار اوجمانتد ريالتي، تمام. فده من ضمن المتاجر برضو اللي كل شوية ترفع المنتجات بتاعتك، تمام. والبرودكت دي عليها اللوجو بتاع بالماربيا، الشنط عليها بالماربيا وهكذا. ده الموقع هوت، ده مثلا التصميم انا كنت عملته. خلينا نرفع لوجو او اي حاجة احنا عايزينها، تمام. ممكن ترفع الصورة دي او اي صورة عندك انت تكون عاملها. المهم حاول تكون تصميمك انت، لازم يكون الحاجة مميزة يعني، تمام. ماشي، انا الصورة دي كانت خاصة بمصر فنرفعها. ده فيديو، سوري. طيب خلينا نرفع تصميم تاني. الامتدادات هيت جي بي جي وبي ان جي وجي اف واس في جي. طيب طيب خلينا نرفع الصورة دي. ماشي، فبيقول لي اكشن ريكوايرد، يعني في التصميم فيه مشكلة. طيب خلينا نشوف في مشكلة في المساحة او حاجة زي كده. طيب ده مثلا اهو التصميم ده، اعتقد كنت عامله بليوناردو. فبيوريني بقى ان التيشيرت ده ممكن يتحط بقى على بالشكل دوت، ممكن التصميم نحط على الكوباية على اللوت بوك، تقدر تزود تحط زي ما انت عايز. ماشي، انا عامل 8 من 260، يعني تقدر ان انت تخش على برودكت تمبليت وتعمل ابلاي لبقية الحاجات، تمام. خلصت والتصميم بتاعك بدأ ينزل، تقدر تقول له نيكست، تمام. تقدر تديله الاسم اللي انت عايزه، الديسكريبشن اللي انت عايزه، وتقول له بابلش، تمام. شوز ا نيم بتوين، ماشي. هو بيتكلم ان لازم تكون ايه الحروف، ماشي. او التصميم ده هيتضاف للمتجر بتاعي، بحيث لو حد دخل عليه واشتراه يبقى ليا ارباح منه. في ناس كتير بتكسب من الموضوع ده، تمام. ان شاء الله هجمع لكم الروابط في وصف الفيديو ان شاء الله.